سعيد بتواجدي هنا في المعهد العالي للصحافة والاتصال، وكانت فرصة باش نشوف بعض الوجوه القدماء المسيرين اللي كنا كنشوفوهم رغم هما في جهة أخرى من الرجاء، واني بحال كندوينا على الحاج حانات اللي كشفت فيه بحال كنشوف المرحوم اسماعيل مكوار الحاج حماد، وهادو ما كناش كنعتبرهم مرسلين، كنا كنعتبرهم اباء. وكنشكر السي حنات بالحضور تاعو اللي شرفنا هاد الندوه هادي. كذلك كنت سعيد بالاسئله ديال الطلبه اللي كانت اسئله محرجه واسئله تنويريه واسئله اللي كان بعد امور ما كانش واضحه من قبل، ومن اليوم عاوتاني حطوا سالوا فيها وجدوها باش انا عاوتاني نورت الراي العام. وكنتمنى التوفيق لهاد الطلبه هادو في المستقبل يكونوا من احسن الصحفيين عندنا في المغرب. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربيه للالعاب والرياضه. MDGS نربحوا الرياضه.